مرحبا. اهلا هادي. مرحبا. استنوني دقيقه، عم برتب غرفتي. ماشي ماشي بسمة، هينا بنستناكي. هي بسمة عم تصفر. ها وهادي كمان، انتو اتنين عم تصفروا وكأنكم عم تسووا موسيقى. انا كمان بدي صفر، فيكم تعلموني؟ طبعا طبعا منعلمك. شوف، بتعمل شفايفك هيك وبتنفخ لبرا. هاي معزوزة. أنا المعزوزة. معزوزة جاد عم بيحاول يتعلم يصفر، بتحبي تتعلمي معه؟ معزوزة أنت بتعرفي تصفري؟ لا معزوزة، إحنا قصنا إنه تصفري بدون صفارة. خلينا نجرب هيك. معلش، أنا أخذني وقت طويل حتى عرفت أتعلم أصفر. عن جد؟ عادي. بس ما بتذكر لما أول مرة حاولتي تصفري. خلينا نشوف شو صار. وإحنا عم نتفرج، شو رأيكم نلعب لعبة؟ كل ما نشوف جاد، ركزوا على جاد، كل ما نشوفه بعمل تمام نعمل زيه. تمام. يلا. يا احلى اصواتكم، بدي اتعلم اصفر زيكم. بس كيف اصواتكم هالقد غير عن بعض؟ اشي صو صو صو، اشي زق زق زق. عن جد ليش صوت ريشه غير صوت حسون، وصوت حسون غير صوت بلبل؟ يا ريت بقدر اصفر زيكم، صار لي شهر بحاول بس مش عم يزبط معي. شو هاد؟ مو هذا الصوت اللي كنت بدي اعمله. ما عم بقدر اصفر. شكرا، بدي اروح اسمعهم تصفيري. جد؟ شو عم تعمل؟ طلبت مني تيتا نور اسأل زريعة. أنا بشوفها كتير بتعتني بالوردات، فعم أعمل مثلها، بتمسح كل ورقة لحالها لحتى تصير تلمع. جد؟ بدي أسمعك إشي تعلمت اليوم. بس معطيني شوية وقت، تيتا نور رح تجي وهلأ بدي فاجأة. خليني خلص الوردات وبعدين بيجي بسمعك، تمام؟ جد حكى تمام. يلا ارفعوا ايديكم واحكوا زيه. تمام. شو حلوين؟ شكله مطول. احسن اشي اروح عند هادي، حيكون هو اول حدا بسمعني اصفر. ماشي تمام تمام. هادي. ايوه هادي هادي. هادي هادي هادي. استني شوي، معي تليفون. معك معك انا. حلو. ايوه ايوه. حاسة حالي ما بعرف كيف. حاسة حزينة.
شو أعمل؟ معزوزة! 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 بدي أحكي لك إشي، اسمعي. حتى أنت يا معزوزة بسمة، تبدين حزينة. عندما أحزن أتنفس من بطني لكي أهدأ وأعرف ماذا سأفعل. تنفس معي أبو الفهم. حاسة حالي أحسن شوي. ممتاز، أنا أيضا كنت حزينة والتنفس من البطن معك ساعدني. الآن عرفت ماذا سأفعل، سأبحث عن أصدقائي. شكرا أبو الفهم. معزوزة، معزوزة قومي. معزوزة، استني شوي معزوزة، بدي أحكي لك. أنا كتير حزينة عشان طول الوقت عم بحاول أسمعكم التصفير اللي تعلمته جديد، كلكم مشغولين حتى انتي نايمة. جاد عم بنظف حديقة تيتانور، وهادي بيحكي على التليفون، وتيتانور طالعة، شو أعمل؟ معزوزة! معزوزة، انتي هون؟ كنت عم بدور عليكي عشان أفرجيكي الطابلة الصغيرة اللي انت حبيتيها. خليني أروح أجيب لك إياها. استنى دربور. بدك تسمع التصفير تبعي؟ طبعاً طبعاً بدي أسمع التصفير تبعك، بس بالأول لازم أروح أجيب الطابلة المدورة تبعت معزوزة. حتى انت دربور. حتى أنا شو يا بسمة؟ بسمة، إيش مالك؟ الكل اليوم مشغول وأنا عم بحاول أسمعكم التصفير اللي تعلمته. أنا كتير حزينة، حزينة ومش عارفة شو بدي أعمل. ولا يهمك يا بسمة، أنا قرقور رح أقولك شو رح تعملي. معزوزة، اجتماع، شو رأيك؟ شو؟ استني شوية بسمة، أنا ومعزوزة عم نعمل خطة. كملي. خطوة خطوة يلا ابدأ، لما تخطط رح تهدأ. خطوة خطوة يلا ابدأ، لما تخطط رح تهدأ. حدد هدفك ويلا عليه، خطوة خطوة رح تبدأ. يلا 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 يلا، نفكر بالتخطيط، التخطيط طريق النجاح. خلي هذا الحل مفتاح، التخطيط طريق النجاح. خلي هذا الحل مفتاح، حدد هدفك ويلا عليه، خطوة خطوة رح ترتاح. يلا 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 نبدأ بالتخطيط. هلأ عرفت شو بدي أعمل. قرقور شكرا انك ساعدتني، شكرا معزوزة. عفوا بسمة. معزوزة شو كانت الخطة؟ هاي الخطة، اكتب لبسمة بطاقات الدعوة. معزوزة ضلك معي عشان نعمل الخطة. وهي قرقور عمل لي بطاقات الدعوة. هيك أحسن، الخطة إني أعزمهم كلهم عشان يجي يسمعوني.
بسمة، شو هدول؟ هاي بطاقة دعوة عشان تيجي تسمعني كيف صرت عم بصفر وبطلع ألحان حلوة. اليوم الساعة 5. معك حق ما تعرف تقرأهم، كتبتهم بسرعة عشان ألحق أوزعهم. مو مشكلة أبدا يا بسمة، بكل الأحوال هاي أنت خبرتيني وأنا أكيد أكيد جاي. ياي محزوزة، شو رأيك تروحي تعطي بطاقة لهادي؟ طيب هاي سويت زي ما حكيتي لي، قطعت الخضرة حلقات حلقات، تمام. هلا إيش؟ أغليهم. غلي؟ طيب، والملح بعدين. ليه؟ دي خليكي معي معزوزة، شو اتفقنا؟ ايش هاد اللي معك؟ دعوة لحضور تصفيري، ادعوكم. انا اكيد جاي. معزوزة تعال هون. معزوزة معزوزة، وين التفاحة؟ رجعيها. حبايبي ضحكوني معكم. شوفي تيتا نور، يا تيتا نور، بسمة بدها تسمعنا كيف تصفر. يلا. كتير حلو يا بسمة. شاطرة شاطرة بسمة، هاي أحلى بطاقة دعوة وصلت لليوم. بس بسمة، كيف تعلمت هيك بسرعة؟ بصراحة أنا اليوم كنت حزينة عشان كلكم كنتوا مشغولين وأنا كنت حابة أسمعكم التصفير تبعي، بس بعدين قررت إنه أنا أعمل خطة وأعزمكم كلكم وإجيتوا. نحن كتير نحبك يا بسمة. حبيبتي جادو. نعم تيتا. يسلموا إيديك، الجنينة كتير حلوة، عملت المعلمة. معزوزة بدنا نضلها نظيفة ومرتبة الجنينة. عنجد عنجد معزوزة. ريشة، حسون، بلبل، أين أنتم؟ أين هم؟ أنا حزين، فعلا حزين، لأنهم ليسوا بجانبي كي يسمعوا لحني الجميل. أين يمكن أن يكونوا؟ أنا حزين جدا. الحزن شعور عندما يحدث شيء ما يجعلنا غير فرحين. لقد عدتم، بحثت عنكم في كل مكان. حزنت عندما لم أجدكم لأشارككم بلحني الجديد. أنا سعيد. هل أنتم جاهزون لتسمعوا لحني الجديد؟ شعور الحزن، بنشعر بالحزن لما يصير شيء بيخلينا مش فرحين ولا مبسوطين، وبنشعر إن بدنا نبكي أو نحتاج لشخص قريب علينا إنه يخفف عنا. شعور الحزن شعور مش حلو أبداً، عشان هيك أنا اليوم رح أسأل أصدقائي عن شعور الحزن. عمرك شعرتي بالحزن؟ متى؟ ما حدا يصرخ علي. ماما بتزعل؟ ببقى زعلان. لما كنت تشعري بالحزن يا ماسة، طيب لمين كنت تلجئي؟ ماما وبابا. أروح كلم أهلي، أجلس معهم، أتفضل لهم. وهيك عرفنا عن شعور الحزن وكيف نتعامل معه. خلينا نتعلم الشعور بلغة الإشارة. لغة الإشارة. الحزن الحزن الحزن. حاول معنا. الحزن الحزن. وهيك بنكون تعلمنا شعور الحزن بلغة الإشارة.
مرحباً يا أصدقائي، حان وقت كلمة اليوم. هل بإمكانكم أن تحزروا ما الكلمة التي أفكر بها؟ نعم، فلنحاول معاً. حسناً، سأعطيكم ثلاثة مفاتيح للحل. هل أنتم جاهزون؟ هل تدل على حيوان أم نبات أم جماد؟ تدل الكلمة على جماد. هذا هو مفتاح الحل الأول، وإليكم المفتاح الثاني، إنه مصنوع من الورق. وجدت الحل، إنه قارب ورقي. محاولة جيدة، استمعوا مرة أخرى. تدل الكلمة على جماد وهو مصنوع من الورق، أما المفتاح الأخير فأننا نضع فيه رسائل. والآن هل حزرتم ما الكلمة؟ لقد وجدتها، إنه ظرف. نعم، أحسنتم، لقد استخدمتم مفاتيح الحل جميعها لتحزروا كلمة اليوم. ظرف. يلا أهلا قربور. لا أنا بعرف إنه كتير فرحتوا وإنتوا عم تسمعوا صوتي الجميل، بس هلأ صار وقت نشوف صديقنا إلمو. اليوم إلمو كان شوي حزين لأنه أمه مو موجودة. خلينا نشوف شو عم يعمل. أوه تمام. أنتي عارفة ماما، إلمو كان التاني في سباق الأكياس وكل أصحاب إلمو. ألو؟ ألو ماما؟ ها؟ ماما؟ ألو؟ ماما أنتي سامعة إلمو؟ ألو ماما؟ ألو؟ ماما؟ إلمو؟ إلمو؟ شكله في مشكلة بشبكة الخطوط. أعطيني شوي. إجا الخط؟ لا الخط لسه ما إجا يا إلمو. بس إلمو حابب يجرب كمان مرة. ماشي. إجا الخط؟ إلمو بظن إنه المشكلة في الشبكة، خلينا نجرب بكرة الصبح. وهلأ صار الوقت لأنك تنام، ماشي؟ بس إلمو بده يروح عند الماما. إلمو ما بيحب إن الماما ما تكون موجودة عنده. يعني بفهم إنه إلمو حزين هلأ؟ حزين؟ شو؟ مش فاهم. هلأ بفهمك، لما يكون في إشي ما منحبه أو لما بنشتاق لحدا بنشعر بالحزن يا إلمو، مو بس أنت، الكل بيشعر بالحزن. بابا إلمو حزين كتير كتير هلأ. بس إلمو ما بيحب يكون حزين. حبيبي إلمو. عارف يا بابا، ممكن نحكي مع حدا لما بنحس إنه نحنا حزينين، بنحكي له عن حزننا ومشاعرنا بالضبط مثل ما بتحكي معي هلأ. مشاركة أفكارنا بتحسن من شعورنا يا إلمو. بس إلمو بعده متضايق بابا، إلمو حاسس إنه رح يبكي. إلمو بده إمه. إلمو ماما. إلمو حبيبي خلاص لا تبكي. عارف بابا، إلمو وماما كانوا يعملوا صوت الشخير قبل ما يناموا. بعرف إلمو. وانت رح تقدر تعمل زي ماما بابا؟ أكيد. فكرة حلوة. تعرف شغلة يا إلمو؟ شو رأيك نلعب نفس اللعبة؟ بابا رح تعمل مثل الماما؟ طبعاً، ليش لا؟ طيب بابا، أنا رح أعلمك. شوف. اسمع. كرر. شاطر بابا. كرر. مع بعض إلمو. كرر. كرر. Mm-hmm.
إلمو؟ بابا بابا إلمو لسه حزين بابا ومتضايق. طيب إلمو شو رأيك نجرب طريقة تانية ممكن تحسن مزاجنا؟ أي طريقة بابا؟ عارف إلمو؟ لما بكون متضايق بصير أفكر بكل الأشياء اللي بحبها، الأشياء اللي بتخليني فرحان ومبسوط من جواتي، وهيك بصير أحسن. اسمع، شو رأيك تجرب تفكر بأشياء أنت بتحبها؟ أشياء بحبها إلمو؟ بس حاول فكر فيها. حاول فكر يا إلمو بأشياء بتحبها. سندويشة زاكية وطبول البابا، شمسية ملونة بفصل الشتاء، بس تطلع الشمس بنغني أحلى غنى، ودايماً قبل النوم في حكايات من بابا بغني لدبي قبل ما ينام شوف القمر من الشباك. وهلأ انت يا إلمو فرحان إلمو كتير فرحان. شكرا بابا. حبيبي يا إلمو. تصبح على خير. تلاقي خير إلمو. لأنه أبو إلمو ساعده يتحسن وينام أخيراً. وأنا كمان لما أكون حزينة بحب إنه أنا أغني زي ما أبو إلمو علمه، ودايماً دايماً بحس إني بصير أحسن. هاي فكرة كتير ممتازة بسمة. اسمحوا لي، لازم أروح أنام، بدي أخذ قيلولة ورح أعمل مثل إلمو، أغني أغنية هادية عشان أنام. سندويشة وطبلة أهلاً أبو الفهم. مرحباً يا أصدقائي. أهلاً أبو الفهم. هيا بنا نتعرف عدد اليوم. ترى ماذا سنعد اليوم؟ مظلة. دعونا نعد كم مظلة توجد على الجدار. هيا يا أصدقائي فلنبحث ونعد معا. واحد، اثنان. أحسنتم يا أصدقائي، وجدنا مظلتين على الجدار، عدد اليوم هو اثنان. شكراً لكم علمتوني صفر. ولا وجاد. كتير كتير كان حلو لأنه شفنا بعض. صح، وتعلمنا كتير شغلات. تعلمنا كلمة ظرف وعدد جديد 2. هلا صار وقت شو؟ الأغنية. تمام. يلا كلياتنا نغني سوا ونشوف مين بده يغني معنا. مرحبا. مرحبا، يلا نغني. يلا. خطوة خطوة يلا ابدأ، لما تخطط رح تهدى. خطوة خطوة يلا ابدأ، لما تخطط رح تهدى. حدد هدفك ويلا عليه، خطوة خطوة رح تبدأ. يلا 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 يلا، فكر بالتخطيط، التخطيط طريق النجاح، خلي هذا الحل مفتاح. التخطيط طريق النجاح، خلي هذا الحل مفتاح. حدد هدفك ويلا عليه، خطوة خطوة رح ترتاح. يلا 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 يلا، نبدأ بالتخطيط.